الرئيس السيسي يستقبل وزراء الإعلام العرب ويؤكد على أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية. تواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشكر يستعرض المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27. وبايدن يؤكد العمل مع الحلفاء لمنع روسيا من الهجوم على دول الناتو، ويقول إن بوتين يهدد أوروبا بالسلاح النووي. 9:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزراء الإعلام العرب على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب. وخلال اجتماع آخر مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة وزراء الإعلام العرب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب، مشيراً سيادته إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي، وهو الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي. ومشدداً سيادته على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب. وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد السيد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري آمن. من جانبهم، أعرب السادة الوزراء المشاركون في الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب والمنعقدة حالياً بالقاهرة عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مشيدين بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة سيادته على كافة الأصعدة سياسياً وتنموياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي تقدم نموذجاً يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله. كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي. وقد أعرب الحضور عن تسمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمة سيادته في إدراك متطلبات بناء الدول، مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضاً المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة والتعبير عن أولويات سليمة وتوعية الشعوب والمجتمعات
بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها والتصدي للأكاذيب والشائعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية، حيث وجه السيد الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين. كما اطلع السيد الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج. وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة، مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توفرها. كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد انعكاساً حقيقياً لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف. وأكد مدبولي في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية أن منظومة الملكية الفكرية لها دور في دفع عجلة التنمية والاقتصاد. هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في مصر وتعد انعكاساً حقيقياً لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيماناً بأهميته وإدراكاً لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة برؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإلمامها بالدور المتعاظم لاقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي. وفي كلمته أيضا أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مؤسسات الدولة لن تدخر جهدا في اتخاذ سياسات ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تدخر جهدا في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها، سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتسق وأهداف ومحاور الاستراتيجية، أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وعلى هامش فعاليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية. وتعرف مدبولي على عدد من المعروضات بأجنحة المعرض الخاص بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات، والتي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات، وفي مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة. كما تضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضروات والفاكهة والمنسوجات والإلكترونيات. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكافة المعروضات في أجنحة المعرض المختلفة، مؤكدا أن جميع هذه المعروضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصري على الإبداع في شتى المجالات، وأن الدولة تبذل جهودها من أجل دعم البحث العلمي في هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار في جميع المجالات.
هذا وقد أكد عدد من المشاركين في معرض الملكية الفكرية أهمية الاستراتيجية الوطنية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري. بالتايكو بنحاول ان احنا نسوق المشروعات بتاعه الطلبه عندنا والمجتمع الخارجي، اي مشروعات رياديه عندنا في الجامعه بكافه الطرق، فبنكون حريصين على التواجد في المعارض الكبيره، الملتقيات الكبيره، بنحاول ان احنا نعمل شراكات مع المستثمرين. فاحنا النهارده كنا متواجدين في المعرض، عندنا مجموعه من الطلبه عارضه مجموعه من المشروعات ليها. الطلبه عندنا في الجامعه لما بنبدا نقول احنا عندنا مشروع بيبقى فكرة وبنشتغل معاهم على الفكرة، بنوصلها للبروتوتايب، بعدين بقى بنوصل بنحاول ان احنا نتواصل معاهم ان احنا نحول البروتوتايب ان احنا نستثمر مع شركات كبيرة، مع مستثمرين، نحاول ان احنا يعني نطور من الفكرة بس بتاعتهم ان هم يسجلوا شركة وهكذا. احنا قدمنا بروتوتايب طبعا بدعم التايكو، ثلاجة كهروحرارية، هي ثلاجة بتنقل اللقاحات لا تعمل بالفريونات، هي دي بقى الحتة الجديدة، ما بتعملش بالفريونات بل بتعمل حاجة اسمها مواد متغيرة الطور. دي مواد جيلاتينية بناخدها بنجمدها بره الفريزر الخارجي وبعدين بندخلها جوه التلاجة، فبتبص البرودة اللي هي خزنتها. بالإضافة في كمان وحدات كهروحرارية، وحدة كهروحرارية دي عبارة عن حتة سيراميكية مجرد ما وصلها كهرباء بتدي وش ساقع وش سخن، طبعا احنا بنستعمل الوش الساقع عشان نبرد داخل التلاجة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين خلال المؤتمر الاقتصادي للوصول إلى خارطة الطريق على الصعيد الاقتصادي والخروج بتوصيات فعالة بشأن التعامل مع مختلف التحديات. وخلال اجتماعه بالحكومة في العاصمة الإدارية أشار مدبولي إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع كل من السيد محافظ البنك المركزي ومع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية من أجل التوصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي. وقال مدبولي إن الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة تلك المحاور، مشيرا إلى حرص الحكومة على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال خلال المؤتمر للخروج بنتائج تحقق الأهداف التي يعقد من أجلها. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن السلام هو روح الأديان السماوية وأنه سيظل الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب. وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي قالت السيدة انتصار السيسي إننا نحتاج في اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم اليوم إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات. وهب حياته لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن، وكان بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تحل علينا اليوم الذكرى الأولى لوفاته لتعيد إلى الذاكرة رجلا من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموزه العسكرية. هو للفداء والعطاء رمز خالد لن تغفله أحداث أو تطويه السنون. المشير محمد حسين طنطاوي رجل من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموز العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن. إن شاء الله المنطقة مش هتنتهي ومصر مش هتنتهي، مصر إن شاء الله هتستمر، هي شعلة الوطنية والقومية والأمن والأمان في المنطقة. المشير محمد حسين طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والتي ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات لتسجل بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث. ليس هذا فحسب،
بل كان قائدا ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة عصيبة من تاريخ البلاد عقب 25 من يناير من عام 2011 ليتصدى بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بالوطن. ولد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 من أكتوبر من عام 1935 بالقاهرة، والتحق بالكلية الحربية ليتخرج منها في الأول من إبريل من عام 1956. تدرج المشير طنطاوي في سلك الضباط بسلاح المشاة في مناصب القيادة على مدار ما يقرب من نصف قرن، مارا بقائد فصيلة مشاة في حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كما شارك في حرب يونيو من عام 1967 قائدا لسرية مشاة، وعمل معلما بالكلية الحربية في فترة الستينيات، ثم قائدا لكتيبة مشاة في حرب أكتوبر عام 1973، حيث كانت كتيبته صاحبة معركة المزرعة الصينية الشهيرة والتي كبدت فيها العدو خسائر فادحة. تقلد المشير محمد حسين طنطاوي العديد من المناصب العسكرية إلى أن أصبح وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة في 20 من مايو من عام 1991. وبعد مسيرة حافلة بالعطاء رحل المشير طنطاوي عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، والذي يعد رمزا للتضحية والفداء وتكريما لاسمه. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية تقديرا لدوره التاريخي في الحفاظ على تراب الوطن في أصعب الظروف. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وتمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في هذا التقرير. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، لا سيما جرائم النصب والاستيلاء على أموال عملاء البنوك. في هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالمليا لقيام عناصرهما بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال إرسال رسائل وهمية على هواتفهم المحمولة تتضمن: عزيزي العميل، لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث لفترة مؤقتة برجاء الاتصال بنا، والادعاء أنهم من موظفي خدمة عملاء البنوك خلافا للحقيقة، بغرض الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الائتمان واستغلال تلك البيانات في تحويل أموالهم لحساب أحد المتهمين عن طريق إحدى خدمات الدفع الإلكتروني أو استخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. ونظرا لخطورة هذه الجرائم وتكرارها، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل من أشخاص مجهولين وعدم إعطائهم أي بيانات عنهم أو عن حساباتهم البنكية، مع التأكد من المصادر بالبنوك. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة والجيزة والشرقية لقيام عناصرها بالاستيلاء على أموال من مواطنين راغب السفر للعمل بالخارج أو لاستكمال دراستهم دون الوفاء بذلك، ورفضوا رد المبالغ المالية لأصحابها. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة والتصنيع مقابل أرباح توقفوا عن سدادها، كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. الإدارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول استولي على أموال من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية من خلال شركة قام بإنشائها والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبالغ مالية خلافاً للحقيقة. وبلغ حصيلة نشاطهما الإجرامي 6 ملايين جنيه و126 ألف دولار أمريكي. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية استولى على 2 مليون جنيه من حساب إحدى الشركات بطرق احتيالية وتحويلها للحساب البنكي الخاص بأحد عناصر التشكيل.
كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 269 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 141 طنا، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 65 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط قرابة 62 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية، من بينها 156 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تتواصل اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة والتي تستمر حتى غد الخميس، وتأتي الاستراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من بين البنود التي تتصدر جدول أعمال الوزراء العرب، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا كمواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية، إلى جانب متابعة الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030. كان هناك توافق عربي كبير بالإجماع، تم التصويت على كافة البنود المقترحة. كان بندنا الأول دائما هو القضية الفلسطينية التي تسكن في وجداننا وأعماقنا، كذلك هناك أخبار سارة للقضية الفلسطينية يعني فيما يتعلق بتواجدها في المكتب التنفيذي، كذلك تقدم الجميع بوافر شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية ولقطاع الإعلام فيها على استضافة هذه الاجتماعات. موضوع القضية الفلسطينية التي هي على رأس الأولويات الدائمة لمناقشة أعمال اللجنة، بكيفية التحديات التي تواجه الخطاب العربي التي تتعلق بالخطاب واحتلال العقول وكيفية مخاطبة الآخر، وهناك ما يستجد أيضا مثلا قضايا الإعلام الإلكتروني، كيفية يعني محاولة ملء هذه البيئة، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثلا تتعلق بما يطرأ من مقترحات بعض الدول العربية مثل ما جاء من مقترحات من جمهورية مصر العربية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين ضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع البحرين لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية. جاء ذلك خلال استقبال زين وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رمضان بن عبد الله نعيمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية. وخلال جولة تفقدية داخل استوديوهات الوطنية للإعلام بمسبيرو، أشاد وزير الإعلام البحريني بعراقة المبنى وتاريخ الإعلام المصري وتراثه الفني والثقافي الفريد، كما أبدأ إعجابه بالتقنيات الحديثة بالاستوديوهات وأثنى على احترافية ومهنية الكفاءات والكوادر الإعلامية المتميزة التي تدخر بها القلعة الإعلامية الوطنية العريقة بمسبيرو. من ناحية أخرى، استقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل شبول. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي. وأكد حسين زين على تفعيل التعاون مع الجانب الأردني بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانب المهني والاقتصادي معا، ومؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة، وأن هناك تعاونا متواصلا ومثمرا مع الإعلام الأردني في الإنتاج البرامجي المشترك. كما أكد فيصل الشبول على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة، معربا عن تقديره الكبير للإعلام المصري المهني.
شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، شارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ. وانعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي رأسه رئيس كينيا ويليام روتو، واستعرض شكري المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر كاب 27، موضحا أن المؤتمر يعقد على أرض أفريقية، وهو ما يتعين معه أن يعمل على معالجة الشواغل الأفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل المناسب للدول النامية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تعمل مع الشركاء لمنع روسيا من الهجوم على دول الناتو، مؤكدا أن العالم يواجه تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث هدد بوتين أوروبا بالسلاح النووي. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن بايدن عن مساعدة جديدة بقيمة 2,900,000,000 دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم. انتهكت روسيا المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بكل خزي، واليوم ممنوع، وهي انتهكت المنع دولة عضو من الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة، واليوم الرئيس بوتين هدد أوروبا نوويا في انتهاك فاضح لمسؤوليات نظام عدم الانتشار، والآن تدعو روسيا إلى تعبئة جزئية وانضمام الجنود إلى الكفاح، وينظم الكرملين استفتاءات مزيفة في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس الروسي يعلن تعبئة جزئية للجيش، وزيلينسكي يشترط انسحاب القوات الروسية لإجراء محادثات مع بوتين. أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فرص إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب تتضاءل. وأضاف زيلينسكي أن ذلك قد يحدث فقط إذا سحب الزعيم الروسي قوته من الأراضي الأوكرانية. وأضاف أن أوكرانيا ليس لديها أي تأثير على موعد انتهاء حكم بوتين في روسيا، لكنها تريد التحدث إلى موسكو من موقع قوة. وكرر زيلينسكي دعوته لألمانيا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي قائلاً إنها ضرورية لإنقاذ الأرواح. من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش. وأوضح بوتين في خطاب له أنه سيستخدم جميع موارد الدولة للدفاع عن الشعب الروسي، مشيرا إلى أن هدف موسكو هو تحرير منطقة دونباس شرق أوكرانيا. لحماية وطننا الأم وسيادته وسلامة أراضينا وضمان أمن أمتنا وشعبنا في الأراضي المحررة، أرى أنه من الضروري دعم مقترحات وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بإعلان التعبئة الجزئية في روسيا. المواطنون الموجودون حاليا في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد، ويأتي في مقدمة ذلك كل الذين خدموا في القوات المسلحة ولديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة. ستبدأ فعاليات التعبئة اعتبارا من اليوم 21 من سبتمبر. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن أي تهديد من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية غير مقبول. وأضاف أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا ومحاولة منع حدوث التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. وقال شولتس إنهم متمسكون بمسارهم المتوازن والحاسم في دعم كييف ومنع التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وأنهم سيواصلون القيام بذلك. نقلت وكالة تاس الروسية عن الإدارة التي عينتها روسيا لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا قولها إن الأجزاء الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في منطقة ميكولايف المجاورة
ستدمج في إقليم خرسون الذي تسيطر عليه روسيا. ويعني القرار أن المنطقة المدمجة ستصوت في الاستفتاء الذي سيجرى في مطلع الأسبوع المقبل على الانضمام إلى روسيا. نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، وأكد أنها لن تعترف مطلقا بنتائج هذه الاستفتاءات. واعتبر سوليفان أن الاستفتاءات وخطة روسية لاستدعاء مزيد من الجنود يعكس انتكاسات موسكو الأخيرة في الحرب وخسارتها مساحات واسعة من الأراضي أمام الجيش الأوكراني. جدد الممثل السامي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إدانة الاتحاد لأي استفتاءات قد تجريها روسيا في أقاليم دونتسك وخرسون ولوهانسك، ووصفها بغير الشرعية لأنها ستجرى على أراض أوكرانية محتلة عسكريا من قبل موسكو. وقال بوريل إن استعدادات روسيا لإجراء استفتاءات غير قانونية داخل هذه الأقاليم ما هي إلا محاولة لإطفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير القانونية، وتهدف إلى تغيير حدود أوكرانيا بالقوة في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة واستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. اتهمت المجموعة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية إنرجو آتوم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا وهي الأكبر في أوروبا. وأكدت إنرجو آتوم أن القصف ألحق أضرارا بأحد خطوط الكهرباء مما أوقف عمل عدة محولات تابعة للمفاعل رقم 6 في المحطة وأدى إلى تشغيل مولدات الطوارئ بشكل موجز. هذا وتعرض موقع محطة زابوريجيا للقصف مرات عديدة في الأشهر الأخيرة بعدما سيطرت عليها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي. أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تأميم أكبر شركة مستوردة للغاز في ألمانيا يونيبر وتوسيع نطاق تدخل الدولة في الصناعة لمنع نقص الطاقة الناتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن الصفقة ضرورية بسبب الأهمية التي تلعبها شركة يونيبر في سوق الغاز الألمانية، ولا نزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية. ارتفع المؤشر الوطني لأسعار المستهلك في سريلانكا بنسبة 70.2% على أساس سنوي في أغسطس، وذلك بعد ارتفاع 66.7% في يوليو الماضي. وأكدت إدارة التعداد والإحصاء أن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 84.6% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم غير الغذائي بنسبة 57.1%. وفي بداية شهر يوليو الماضي أدت تظاهرات ضخمة قام بها سريلانكيون غاضبون إلى رحيل رئيس البلاد غوتابايا راجاباكس الذي لجأ إلى سنغافورة. قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن الحكومة ستحدد يوم الجمعة تكلفة تحديد سقف لأسعار الطاقة للمنازل والشركات على مدى الأشهر القليلة المقبلة، وذلك للمساعدة في حماية الناس من ارتفاع فواتير الكهرباء. وأكدت أن الحكومة تعهدت بخفض تكاليف الكهرباء والغاز للشركات بأقل من نصف سعر السوق. ويعتزم وزير المالية البريطاني إصدار بيان مالي يوم الجمعة لشرح خططه لدعم الأسر والشركات خلال الشتاء المقبل. قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور إنه في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة قد تجد العديد من الشركات كثيفة الاستخدام للكهرباء نفسها في مأزق هذا الشتاء.
وأكد وزير الصناعة الفرنسي أن أكثر من 300 شركة ستجد نفسها في صعوبة كبيرة هذا الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة شتاء صعب ومؤلم في ظل استمرار أزمة استقرار إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الطاقة التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة من روسيا. وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور من جانبه أكد أن المعركة في المقام الأول هي معركة أوروبية فيما يتعلق بسوق الغاز والكهرباء الأوروبية، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة قد تجد أكثر من 300 شركة خاصة من الشركات كثيفة الاستخدام للكهرباء نفسها في مأزق هذا الشتاء. وقال الوزير إن الشركات الفرنسية الكبرى في أمس الحاجة لدعم صندوق الشركات لها، موضحا على سبيل المثال أن فاتورة الطاقة لدى مصانع الزجاج بلغت نحو 2 مليون يورو العام الماضي، وأما العام الحالي 2022 فقد بلغت 13 مليون يورو. صندوق دعم الشركات الفرنسي من جانبه قال إنه سيجعل من الممكن الحد من الضرر قليلا، وذلك لتقليص المعايير وتمديدها لعام 2023. وقد قامت الشركات الفرنسية بوضع خطط في مواجهة تزايد تكاليف الطاقة بتقليص الإنتاج ووضع جميع موظفيها في حالة بطالة جزئية اعتبارا من نوفمبر المقبل. ملف الطاقة إذن أصبح من الملفات الثقيلة والمعقدة على البيت الأوروبي كله. فرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين وبعد اجتماعها برؤساء دول وحكومات الاتحاد ركزت على الملف وشددت على أنها راجعت كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان الاستعداد للأسوأ. والأسوأ في الملف هو ما دفع الساسة الأوروبيين ليعكفوا على العمل على وضع خطط للطوارئ لتقليل الطلب على الطاقة. قال الجيش الأمريكي إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة كندية نفذتا عبورا روتينيا لمضيق تايوان. وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان أن المدمرة الأمريكية أرلي بيرك هيغنز المسلحة بصواريخ موجهة والفرقاطة فانكوفر التابعة للبحرية الملكية الكندية عبرتا المضيق بعيدا عن المياه الإقليمية لأي دولة. أعلنت بكين أن الجيش الصيني سيظل دائما يقظا وفي حالة تأهب قصوى للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إن السفن الحربية الأمريكية أظهرت مرارا وتكرارا القوة العسكرية في مضيق تايوان، وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين. ظل الجيش الصيني دائما يقظا وفي حالة تأهب قصوى للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وحماية سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا بحزم. في الوقت الحالي الوضع في مضيق تايوان معقد وحساس. السفن الحربية الأمريكية أظهرت مرارا وتكرارا القوة العسكرية في مضيق تايوان تحت مزاعم حرية الملاحة، وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين، ونحث الولايات المتحدة على تغيير ذلك المسار. وإلى لبنان، حيث بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز نتائج الاتصالات التي أجراها الأخير مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في قطاعي المال والمصارف. وأعرب رئيس البعثة عن شكر الصندوق لموقف الرئيس عون من تعديل قانون السرية المصرفية بإدخال تعديلات عليه تجعله متوافقا مع المعايير الدولية. وعبر الوفد عن تقدير إدارة الصندوق للدعم الذي يقدمه الرئيس اللبناني للإصلاحات التي وردت في بنود الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد في شهر أبريل الماضي.
انطلقت فعاليات مبادرة أنت الحياة لتؤكد مرة أخرى اهتمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات الجمهورية، حيث تستمر المبادرة بمحافظة الشرقية في مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر بدعم كبير من كافة أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسسات المجتمع المدني. تتواصل مبادرة أنت الحياة على مدار 6 أيام وتنتهي الخميس المقبل، حيث يستفيد منها أكبر عدد من أهالي القرية بمختلف الأنشطة الثقافية والمجتمعية والطبية والتوعوية لبناء الإنسان. تأتي مبادرة أنت الحياة لتؤكد مرة أخرى على اهتمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات الجمهورية، حيث تستمر المبادرة بمحافظة الشرقية في مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر بدعم كبير من كافة أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسسات المجتمع المدني. عندنا 6 ورش تحت حرفية بتعلم المرأة الريفية تعليم حرف يدوية ليها زي الزجاج المعشق، عندنا ورش خاصة بغزل النول، عندنا ورش خاصة بمعرفة عمل الصابون ومنتجات زي كده. احنا بنعمل المرة دي بنرسم على باكتات صغيرة او كياس صغيرة، الكياس الصغيرة دي احنا بنستخدمها تعبئة الصابون اللي احنا بنصنعه في ورشة صابون تانية. احنا بنعمل حاجة احنا زي اكتفاء ذاتي من الورش كلها، يعني انا باخد الصابونة بحطها في الكيس القماش اللي احنا بنرسم عليه. تدريبات حرفية وورش ومحاضرات توعوية تنظمها المبادرة لأهالي القرية، فضلا عن قافلة طبية تجمع جميع التخصصات، حيث تستهدف المبادرة التثقيف والتوعية الطبية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. حبيت أشارك مجتمعي في الحاجة الجميلة دي وفي المشاريع اللي فيها الإفادة دي، وجيت هنا بالفعل وشاركت في اللي هو التطريز. هنا ما شاء الله التطريز أفادني، أنا ممكن أفتح مشروع ويكون فيه يعني دخل كويس، واستفدت من مصر وشايف الرئيس يعني يشكر على اللي بيعمله لينا، وهو ما شاء الله كل مكان كل قرية كل محافظة فيها شغل تبع الرئيس، ما فيش مكان إلا فيه شغل، وهو يعني عملنا الواجب والزيادة. تحية مصر للرئيس. أنا سمعت عن مبادرة حياة كريمة فجيت سألت، لقيت فيه هنا ورش مفتوحة لتعليم حرف نحن نفتح بيها مشاريع صغيرة في بيتنا، يعني نساعد بيها أسرتنا وكده. فأنا عجبني شغل الخرز على النول ده، صراحة حاجة جميلة قوي، فانا اتعلمت الحرفه دي بصراحه ما كنتش اعرف عنها حاجه. بنتعلم الرسم على القماش واستفاد منه حاجات كتير، ان هي ان شاء الله يعني بعد كده اقدر اعمل لوحدي، ويعني حاجه حلوه ان هي للبلد تكون كده، ويا ريت تتكرر تاني. مبادره انت الحياه والتي تواصلت على مدار 6 أيام وتنتهي الخميس، يستفيد منها اكبر عدد من اهالي القريه بمختلف الانشطه الثقافيه والمجتمعيه والطبيه والتوعويه لبناء الانسان. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي الجديد. وأكد المركز الإعلامي استمرار ساعات الدراسة كما هي بجميع المدارس الفنية، سواء مدارس 3 سنوات أو 5 سنوات حكومية أو خاصة، حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية في جميع المدارس الخاصة بالتعليم الفني دون أي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة والمكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية، سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية خلال العام الدراسي الجديد. تتحول مدينة شرم الشيخ الآن للأخضر بداية من منظومة النقل والتي تنقل ضيوف وفود مؤتمر كوب 27 خلال فترة انعقاده. وتبدأ المدينة للحد من استعمال الكربون الناتج من وقود السيارات الضار بالبيئة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي خلال فترة انعقاد المؤتمر وما بعده، على حافلات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. وتستقبل المدينة ما يقارب 260 حافلة تتمتع بمواصفات عالية وتمتاز برفاهية وجودة عالية، بالإضافة إلى تمتعها بمستوى 0 انبعاثات. كما سيتم إطلاق تطبيق يساعد المستخدم للتعرف على خطوط سير الأتوبيسات وأقرب أتوبيس لمقر تواجده والمدة الزمنية المقدرة لوصوله، وتوفير نظام للدفع من خلال إما الدفع نقدا أو من خلال كارت ذكي يتم شحنه. احنا سواقيننا مؤهلين ان هم اللي يساعدوا اي حد من ذوي الهمم
لانه بيأمنوا تماما جوه الاتوبيس قبل ما بيتحرك، فبالتالي احنا ما بنسمحش ان حد من الركاب هو اللي يساعد. السواق مدرب على كده، وكمان لما بيدخل الشخصيه من ذوي الهمم او جوه الاتوبيس بيأمنوا بحزام الامان وله مكان مخصوص. قال مشاهدينا مع اهم انباء المال والاعمال. الجولة الاقتصادية ومرفت المليجي، إليك مرفت. شكرا يوسف، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بهدف التنسيق للجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ كوب 27 العالمية، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل. هذا وأكد وزير البترول أن مصر هي أول دولة تعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات. أشاد وزير العمل في سلطنة عمان محاد بن سعيد بعوين بالتجربة المصرية في إجراء المسابقات المركزية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربية. كما تناول اللقاء أهمية نظم التقييم الإلكترونية للموارد البشرية للتأكيد من تطبيق أو مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة في اختيار الداخلين للأجهزة الحكومية في الدول، هذا إلى جانب اختيار أفضل الكفاءات التي تلبي تطور حاجة العمل في المؤسسات الحكومية. أكد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية قد بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهره سابق عصره وعهده في السوق العالمي. وأشار الأنصاري إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج. المزيد نتابع مع حضراتكم في التقرير التالي. فرحة عارمة تشهدها محافظة الفيوم مع بدء جني القطن وعودة الذهب الأبيض من جديد إلى الريف المصري ليرسم البهجة على وجوه الفلاحين. فمع بدء الموسم تفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أعمال جني القطن بالمحافظة خلال زيارته لأحد الحقول الاسترشادية للقطن بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز إتصا للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج ومشاركة الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني المحصول. شايف المنتج الحمد لله إيجابي، يعني كان في فرصة أن أنا أتكلم معهم بشكل مباشر إيه التحديات اللي شايفينها. كان في برضه شكوى من ضعف المياه في بعض الأماكن، إن شاء الله أنا يعني هنقف على حلها فورا، ولكن إحنا لو بنتكلم تحديدا على محصول القطن وأهميته التاريخية لمصر وقد إيه القيادة السياسية معنية جدا بعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية اللي موجودة، في يعني تعاون من كل أجهزة المحافظة وأجهزة الدولة والوزارات المعنية إن إحنا يبقى في يعني تسويق للقطن بشكل سليم، منع الممارسات الاحتكارية، التصدي بكل حسم مع أي ممارسات سلبية ضد المزارع. المحافظ أكد أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية قد بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهوه وسابق عهده في السوق العالمية. وأشار إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التي تم تطبيقها تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وذلك من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية.
بزرع كل سنة من 60 ل70 فدان. الحمد لله السنة دي 60 فدان، صنف جيزة 95، والحمد لله المؤشرات كويسة، يعني الإنتاجية برغم الظروف المناخية اللي أثرت شوية، الإنتاجية قد تصل متوسط عام عندي من 8.5 ل9. الدولة والقيادة السياسية معنية بمحصول القطن، وحريصة كل الحرص على تشجيع المواطنين للتوسع في زراعته خلال الأعوام القادمة باعتباره محصولا استراتيجيا هاما كالقمح، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن والأسمدة وتسويق المحصول بأسعار مجزية. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية محلية وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1,400,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 686,821,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10,010 نقاط وأغلق عند 9,955 نقطة منخفضا بنسبة 55%. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي فتح عند 2,198 نقطة وأغلق عند 2,188 نقطة منخفضا بنسبة 43%. انخفاضات طالت أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي فتح عند 3,140 نقطة وأغلق عند 3,122 نقطة منخفضا بنسبة 57%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19.43 جنيها للشراء و 19.53 جنيها للبيع. اليورو 19.24 جنيها للشراء و 19.35 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22.03 جنيها للشراء و 22.16 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.28 جنيها للشراء و 5.31 جنيها للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.16 جنيها للشراء و 5.19 جنيها للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي ارتفعت فيها أسعار الذهب عالميا ليصل إلى 1,670 دولارا و57 سنتا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 967 جنيها، عيار 21,127 جنيها، عيار 24 سجل 1,289 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 9,016 جنيها. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلى نطاق 3.25%. وألمح البنك الأمريكي إلى اتجاه إلى المزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام في أسعار الفائدة، وذلك ضمن توقعات جديدة تظهر استهداف رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40%، وذلك بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60% في عام 2023 بهدف كبح التضخم. قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الأخير، وذلك يأتي حينما زادت المصافي من عمليات المعالجة لإعادة بناء المخزونات المنخفضة من المنتجات. وقد ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1,100,000 برميل في الأسبوع والذي انتهى في 16 سبتمبر إلى 430,800,000 برميل، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في مسح تم إجراؤه بارتفاع قدره 1,200,000 برميل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب آخر الكميات من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى 6,900,000 برميل. We'll be right back.
نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإيمان ويوسف إليكم. شكرا لك ميرفت. أكد المركز الوطني للأعصير في الولايات المتحدة أن أعصار فيونا زادت قوته وتحول إلى أعصار من الفئة الرابعة لدى ابتعاده عن جزر تشيركس وكايكوس. وأضاف المركز أن الإعصار في الجنوب الغربي من برمودا يحمل رياحا تبلغ سرعتها 210 كيلومترات في الساعة. وإلى آخر أخبار الكرة والملاعب نعود فيها مرة أخرى إلى ميرفت المليجي. شكرا إيمان، شكرا يوسف، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا عبر موقع شركة تذكرتي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقام المباراتين يوم الجمعة والثلاثاء المقبلين على ملعب استاد الإسكندرية الرياضية، وتقام المباراتين بحضور 5000 مشجع. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فريق بتروجيت بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد. أقيمت المباراة على ملعب الأهلي السلام وشهدت أداء قويا للأهلي والذي سجل 5 أهداف عن طريق حسام حسن ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وعمر السلية وشادي حسين. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أسوان الأحد المقبل في مباراته الودية الثانية، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 من سبتمبر الجاري. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان مصطفى الزناري وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة جمعته بأمير منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء. وجاء التعاقد مع الزناري بناء على طلب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. تنطلق منافسات الجولة الخامسة من المسابقة الدوري الأمم الأوروبية بدءا من غد الخميس، وتعتبر بطولة دوري الأمم الأوروبية بمثابة آخر استعداد قوي للمنتخبات الأوروبية قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر في نوفمبر المقبل. نهاية أخبار الرياضة وعودة ليوسف وإيمان إليكم. شكرا جزيلا لك مرت. انطلق صاروخ سيوز من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان متوجها إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنه 3 رواد فضاء هم أمريكي وروسيان. وتشكل الرحلة فرصة تعاون نادرة في الحصول على وذلك يأتي في خضم التوترات الناجمة من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وانطلق الأمريكي فرانك روبيو من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وسيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من وكالة الفضاء الروسية بواسطة صاروخ سويوز من قاعدة باكنور الروسية في كازاخستان. وروبيو هو أول رائد فضاء أمريكي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ روسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. Great partner in the range as they evaluate the realism and feasibility of our waiver. والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة الأحوال الجوية. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى ميرفت المليجي. شكرا يوسف وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا وأخبار الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. كما يتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدي درجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 35 والصغرى 25، اسكندرية 32 23، مطروح 29 21، بورسعيد 32 23، إسماعيلية 35 24، السويس العظمى 34، الصغرى 24، العريش 31 22، طابة 33 24، شرم الشيخ 35 26، الغردقة 34 25، أما الأقصر فستكون العظمى 37 والصغرى 22، أسوان 38 26، الوادي الجديد 38 23، شلاتين 35 26، وأخيرا حلايب 31 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. أهلا مشاهدينا، أترك حضراتكم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. ومن لقطة اليوم إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل وزراء الإعلام العرب ويؤكد أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية.
تواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشكري يستعرض المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27. بايدن يؤكد العمل مع الحلفاء لمنع روسيا من الهجوم على دول الناتو ويقول إن بوتين يهدد أوروبا بالسلاح النووي. انتهت نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. زكي إيمان عاملة إيه؟ كل سنة طيبة إيمان. وانت طيب ميرسي يا يوسف. كنا بقى تورته وحكايه وحدوته. انت عارفه ان يوسف عازمنا على الشخلوبه؟ تنور. احنا نروح الشخلوبه سيدي سالم. ناكل بقى سمك وفسيخ بقى وجو. هم اهل كرم طبعا. لا يوسف طول عمره بصراحه طبعا. ده حقيقي تنور. والله صحيح تنور كفر الشيخ كلها والله حبيبنا يوسف. هات لنا الشخلوبه هنا وتعالى احنا نقعد نحكي على الشخلوبه دي بعدين عشان نص المشاهدين مش هيبقوا عارفين ايه هي الشخلوبه. بس دي حاجه من اروع الاماكن اللي في الدنيا يعني صحيح. عندنا هنا في مصر في كفر الشيخ ناحيه مركز سيدي سالم هبقى احكي لكم عليها بعدين عشان ما نضيعش المركز بتاعي وقت يوسف عابدين. تنور حبيبنا عم يوسف. طيب اهو عمال يقول لي مش عارف ايه وبتاع. طيب اشكركم مره تانية يوسف وايمان وهستاذنكم بقى نبدا فقراتنا. اشكركم يا جماعه.